مشاهدي جريدة الحدث 24، أهلا ومرحبا بكم مباشرة من بني خلف المحمدية. كما كتلاحظوا معنا مشهد صادم صادفنا أكيد في طريق العودة، بوطو ديال الضو يعني وسط القودرون وسط الطريق وسابغينه باللون الأحمر باش أكيد يبينوا باللي راه كاينه خطورة في هذا المكان هذا. واش هادشي معقول في نظركم أن بوطو يكون وسط الطريق بهذا المشهد الصادم كما كتلاحظوا معنا؟ لا يعقل، لا يعقل. مشاهدينا المتابعين الصورة أمامكم عبر البث المباشر، أنتم كتلاحظوا معنا بالصوت والصورة يعني بوطو باش يكون وسط الطريق، وشكل خطر كبير على مجموعة كبيرة من المواطنين بأخص في الوقت توقيت ديال المساء. حنا كنعرفوا توقيت ديال الدروة كتكون الحركة غير عادية، كيكون عدد كبير من السيارات، الدراجات النارية، أصحاب الطاكسيات ديال الأجرة، كذلك الحافلات، الكل كيمر من هذا المكان هذا. ولكن كما قلنا باش يدار يكون هذا البوطو وسط الطريق خاصو حل، خاصو حل وخاصو حل وفي أقرب الآجال. لا يعقل ومستحيل أنا نشوف هذه الأمور وما نتكلموش عليها، وأنتم كتلاحظوا الصورة لنا والتعليق لكم بخصوص هذه الواقعة اللي كاينة كما قلنا في بني خلف المحمدية. صورة أمامكم وأنتم كتلاحظوا يعني عدد كبير يعني كيراوغوا هذا المعنى هذا، عدد كبير من السيارات وكذلك الحافلات والدراجات النارية كيراوغوا هذا البوطو اللي كما قلنا مغروس وسط الطريق. الحدود الساعة ما عرفناش كيفاش تتحط ولا اللي دوز الطريق كيفاش تدوز هذا الطريق والبوطو كاين وسط الطريق، ما فهمناش صراحة. مشهد صادم اللي ما نبغيوش يتكرر كما قلنا في مكان آخر. والصورة أمامكم يعني حتى الطريق واش بهاد اللون الأحمر، واش بهاد العلامات هادو غنقولوا باللي راه سمحوا لينا حنا دايرين هاد البوطو وسط الطريق؟ عيب وعار وحشومه. شاهدوا معنا مشاهدي متابعينا هذا المشهد الصادم واللي اكيد ما نبغيوش يتكرر في مدينه المحمديه او في المدن المغربيه. خاص الحل وخاص هاد البوطو كما قلنا مشاهدي متابعينا، هاد البوطو خاص يتحيد. واش شريف انت من السكان ديال هناك؟ انت من السكان هنا؟ اش بالك في هاد البوطو ديال وسط الطريق؟ خاصو يتحيد الحاج. الله يدير لي فيها الخير. كما سمعتوا معنا مشاهدي متابعينا واحد من الساكنه اللي قال لك يلاه اسكن هنا، ولكن هذا البوطو قال لك خاصو يتحيد من هنا حيت لا يعقل وحشومه وعيب وعار ان هذا البوطو يكون وسط الطريق وكيشكل خطر كبير على اصحاب يعني السيارات كما قلنا واصحاب الدراجات الناريه. كيفاش انسان الله يحفظ يكون جيب قوه يعني بسرعه كبيره وضرب هذا البوطو هذا، والا غتقدر توقع الكارثه. وهذا الشيء اللي ما نبغيوش يوقع، حنا كنبغيو نتفاداو هاد الاشكالات وكنبغيو نتفاداو هاد المشاكل انها توقع. هاد الشيء علاش كنتمناو للجهات المعنيه انها توصلهم الرساله ويتحل هاد المشكل ديال هاد البوطو في اقرب الاجال باش ما يتسبب في شي كارثه في بني خلف المحمديه. الصوره امامكم عبر البث المباشر وانتم كتلاحظوا معنا واقعه كتصدم عدد كبير من الماره وكذلك المشاهدين اللي كيشاهدونا عبر الصفحه انهم يلقاو بوطو وسط الطريق، وحتى لدابا مازال ما تلقاش ليه الحل من بعد ما تسرح الطريق ومن بعد ما تحلت القنطره جديده. يعني ولات حركه كبيره ديال السيارات ديال الدراجات الناريه، يعني توقيت دروا غتشاهدوا مشهد كبير يعني كبير ديال السيارات هنا كيمروا. ولكن كما قلنا خاص الحل في اقرب الاجال لهذا البوطو باش يتحيد من هذا المكان هذا، والله يدير اللي فيه الخير. هذا الشيء اللي كنتمناو ونكتفي بهذا القدر مشاهدينا متابعينا، على امل نلقاكم بث مباشر اخر، والسلام عليكم.